اهلا بيك يا كابتن ميدو، صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وبعد قليل باذن الله نقل وقائع المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون مع اعضاء الجهاز الفني المعاون الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره، والكابتن سامي قمصان المدرب المساعد، والكابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى، ومايكل ليندمان مخطط الاحمال ومساعده حسين عبد الدايم، واحمد حسين المترجم، وسيمو محلل الاداء، و الاسيست فيديو الخاص بالجهاز الفني، وباقي اعضاء الجهاز الطبي والاداري في قطاع الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. هو مؤتمر صحفي مهم جدا، خاصه انه بياتي قبل سفر الفريق ب 24 ساعه الى المعسكر الخارجي في سلوفينيا استعدادا للمرحله القادمه. الجهاز الفني لاول مره هيلتقي بوسائل الاعلام لشرح استراتيجيه الجهاز الفني خلال المرحله القادمه والاستعدادات للموسم القادم والاستعدادات للانطلاقه المحليه والبطوله الافريقيه ومباراه تاونشيب بالتاكيد بعد اسبوعين من الآن في استاد برج العرب، وأيضا الاستراتيجية والتعامل مع الإعلام خلال الفترة القادمة من خلال جهاز فني جديد بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون. وبالتأكيد هيكون هناك العديد من الاستفسارات والأسئلة عن قائمة الفريق والمباريات الودية التي خاضها الفريق خلال الآونة الأخيرة تحديدا في معسكر برج العرب، وبالأمس مباراة ودية أمام فريق نادي الشمس. الزملاء الصحفيين يمكن يعني بتوالوا على الحضور هنا في مقر النادي بالجزيرة. الجهاز الفني كان سبق يعني في اجتماع من حوالي ربع ساعة داخل غرفة خلع الملابس، التقينا بعدد من أعضاء الجهاز الفني الواحد تلو الاخر بيتوالوا على غرف خلع الملابس قبل الوصول هنا الى المبنى الاجتماعي وانعقاد المؤتمر الصحفي اليوم. حتى الفريق كمان هناك راحه سلبيه قبل السفر غدا باذن الله. اذا كان لديك اي استفسارات كابتن ميدو متعلقه بهذا المؤتمر و يعني اي سؤال متعلق بقطاع الكره والحديث عن تدريبات الفريق في الاونه الاخيره قبل السفر للمعسكر الاوروبي. يعني محمد صباح الفل طبعا عليك وعلى كل الساده المشاهدين مره ثانيه. قول لي النادي الاهلي وجه الدعوه كاملة للسادة الصحفيين والإعلاميين، كلمني عن توجيه الدعوة للكل وكلمني عن الحضور الإعلامي المميز اللي بيحضره الإعلاميين حالا في فرع الجزيرة. بالفعل هيك توجيه الدعوه من 48 ساعه، يعني منذ 48 ساعه تم توجيه الدعوه لكل وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمكتوبه. الكل بيحضر هذا المؤتمر، فرصه جيده لوسائل الاعلام والصحفيين للالتقاء بالجهاز الفني الجديد، الالتقاء عن قرب ايضا كمان بباتريس كارتيرون المدير الفني، استطلاع رايه في العديد والملفات المهمه جدا التي تتعلق بقطاع كره القدم في المرحله القادمه سواء في قائمه الفريق. بالتاكيد هناك استفسارات، يمكن كنا بنتحدث مع العديد من الزملاء الصحفيين عن قائمه الفريق في المرحلة القادمة، القيد 25 لاعب، الارتباطات الكثيرة التي ستحدث عبر هذا الموسم ما بين بطولة عربية ودوري أبطال أفريقيا وبطولة أفريقية أخرى ستقام في أواخر هذا العام بعد تعديل النظام الجديد للبطولات الأفريقية، الاستعداد للدوري العام من خلال 18 فريق، أحداث رياضية يعني كثيرة وعدد مباريات كثير وأسئلة كثيرة تتعلق بالمرحلة القادمة. هي فرصة طيبة للجميع، وهو يعني شيء ملموس دايما داخل النادي الأهلي عندما يتم التعاقد مع اي جهاز فني بيكون النادي الاهلي حريص على عقد هذه المؤتمرات الصحفيه للاقتراب وايصال الصوره بشكل جيد للصحفيين والوسائل الاعلاميه مع الجهاز الفني الجديد، وده بيتم عبر سنوات طويله جدا خلال الفتره الاخيره للالتقاء مع الجهاز الفني وطرح كل الاسئله، في ظل ان هذه الاسئله عندما تطرح على الهواء بالتاكيد يعني بتبعد كثيرا عن الاقاويل التي تنتشر على السوشيال ميديا والاشاعات التي تنتشر. فبالطبع هذا المؤتمر وهذه الاسئله هذا الحديث وهذا الاجتماع بيبقى شيء مهم جدا انك بتبتعد عن كل الاقاويل اللي ممكن تتردد في الاونه الاخيره وتكون الاجابات صريحه وواضحه سواء امام وسائل الاعلام وحتى امام جماهير النادي الاهلي. يا كابتن ميدو، يعني يا محمد الجهاز الفني لعب مباراتين، مباراه مع فاركو ومباراه امبارح كانت مع نادي الشمس، يعني قول لي الانطباع العام من كالتيرون على الاداء العام للجهاز للفريق الاول، خصوصا مباراه التعادل الايجابي امبارح وهدف في الوقت الضايع، قول لي انطباع كالتيرون لو سالته السؤال ده. الفكره في حد ذاتها، بس انا عايز اكد على معلومه، يمكن الكابتن محمد يوسف التقانا بيه امبارح وسالناه على مساله الاحاديث والتحاور مع اللاعبين والجهاز الفني، هناك غلق تام في اي استفسارات او احاديث اعلاميه مع الجهاز الفني في الفتره الحاليه استعدادا للانطلاقه الافريقيه، وهذا القرار الحظر الاعلامي مستمر لمده شهر حتى مباراه العوده في بوتسوانا يوم 27/7 الجاري.
فبالتالي من خلال متابعتنا وقربنا يعني بشكل رسمي مع الجهاز الفني واللاعبين سواء في مباراة فاركو الودية أو مباراة الشمس الأخيرة، الفكرة أن الجهاز الفني بيحاول يعتمد على كل اللاعبين، توظيف اللاعبين في مراكز عديدة، تجربة عدد من اللاعبين. هناك أيضا 7 لاعبين غائبين عن تدريبات فريق النادي الأهلي والمعسكر في الفترة الحالية نتيجة مشاركات منتخب مصر والمنتخب التونسي في كأس العالم، فكانت فرصة جيدة لباتريس كارتيرون مع وجود عدد من الناشئين أنه يجرب ويوظف عدد من اللاعبين في أماكن أخرى داخل الملعب عشان يشوف المرحلة القادمة احتياجاته سواء في صفقات جديدة أو الاستعداد للمرحلة القادمة. لكن باتريس كارتيرون هو راضي، يعني أنا استشفيت كده منه جزئية كنت اتكلمت معاه امبارح في وجود الكابتن محمد يوسف، هو راضي بشكل عام عن مرحلة الإعداد الحالية، وقال المرحلة الأخيرة في المعسكر الأوروبي هي اللي هتكون اللي هتدي له الصورة الكاملة بعد وجود اللاعبين الدوليين خلال الفترة القادمة. لكن أنا عايز أكتفي بالجزء الأخير ده يا كابتن ميدو، لأن خلاص بعد قليل أو لحظات قليلة الجهاز الفني هيصعد هنا لقاعة المؤتمر الصحفي لانعقاد المؤتمر في وجود باتريس كارتيرون وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري. يا كابتن ميدو أرجع لك سريعا. يلا أوكي ماشي، إن شاء الله نتقابل معاك بعد المؤتمر الصحفي، إن شاء الله يكون مؤتمر ناجح للمدير الفني باتريس كارتيرون اللي هيقول في استراتيجية النادي الأهلي. شكرا لمحمد سعيد مراسلنا في فرع الجزيرة بالنادي الأهلي.